ميلا بمواقف تراعي شي سنة مضمونة بين عيني وعيوننا حكومة محكومة لهذا خيرات الشباب في سجو العاري مظلومة واش من يد لي خانقانة قل لنا علاش يد لي هدود العرب واش من يد لي صارقانة نحس قضاربنا خارقانة جارنا بقوة الفقر جيراننا فينا حائرانة واش من يد لي خانقانة قل لنا علاش يد لي هدود العرب واش من يد لي صارقانة نحس قضاربنا خارقانة جارنا قوة الفقر ديرنا فينا حايرانا شكون ذا حس بيك إلا نقصك العمولة إسلامي هذا لي كليهم ذي قارة قنبولة إسلامي واضح طول بريا ماشي مشلولة علي ثلاثة أطلاط حلم خير كسولة أنا قاز كل شي كل مسؤول ومسؤولة أنوصل لي سطول ومقدم غنفرع البولة علاش أنا محروم من حق الجماعة نولة أخدمتيش زي البولة زرعتو لينا الحشيش دخلناها بعرض الطولة جميع أنواع السمة بيبع لينا بقول ابواب البيطالة مخلولة الو رابا زمو عيد دراري كلشي سطولة على باليش بدو زمو لا بالقناة الاولى والحياة مشا مرفوع ثنا مقيك السي قنبولة بالي غير معادش اللي كيدور في هاد الدولة عيني باقا كتشوف الفاعل ما دارش المفعولة واش من يد لي خانقانة قول لينا علاش يد لي هدو يد العرب واش من يد لي صارقانة نحس قضاربنا خارقانة جارانة قوة الفقر جيرانا فينا حايرانة واش من يد لي خانقانة قول لينا علاش يد لي هدو يد العرب واش من يد لي صارقانة نحس قضاربنا خارقانة جارانة قوة الفقر جيرانا فينا حايرانة جارانة مشاو كلاو داو خلاو اللي يجي موراهم تاهو يدي اللي كيحل الطاو حل ما وباقي حاسبنا كي هاو سيد الرئيس انت مرضي بيريكا ولا مغارة مولا باش تفهم مني تقعي الدولة رفع يدك المولا وقولنا حولا ماشي واحد ماشي جوج الليلة تستاولة هادو جبال الريف فجرهم راكب في الحبسة والصحة والتعليم ماشي موازين والرقص. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.